أنا أعرف أنك صابر، إما صابر تنتظر فرج، أو صابر على ظلم أحد، أو صابر على أشخاص ثقيلين طينة ولا ثقيلين تعامل. ربما أنت صابرة على زوج أخطأ، أو أنت صابر على زوج قصرت، أو على ولد، على والد، على قريب، على رزق يجيك، على دعوة تستجاب. الصبر أنواع، على مرض تنتظر أن الله سبحانه وتعالى يشفيك منه، على هم تنتظر فرجه، على دين تنتظر قضاءه. الصبر أنواع، أيا كان صبرك ترى الصبر نفسه، صبر نفسه هي عبادة عظيمة يختبرك الله بها. ولذلك قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة بشرهم. أنا أقول اللهم بحجم صبرهم وصبرنا على كل ما صبرنا عليه، أعطنا فرجا يفوق حجم الصبر كله فتدهشنا بعطائك. صح في الحديث وفي الترمذي أنه قال صلى الله عليه وسلم وفي أبي داود: من قال، اسمع، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف. قال فرار من الزحف كبيرة، من الكبائر، من كبائر السبع الموبقات، فرار من الزحف. ومع ذلك جعل الله في هذا الحديث ميزة الاستغفار، الصيغة هذه، من قال غفر الله له، كبيرة من الموبقات. لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. حديث واضح، لا يزيد في العمر إلا البر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء دليل على أن الإنسان يجوز أن يدعو الله عز وجل أن يرد القضاء إذا كان شرا. لأن بعض الناس يقول: ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا ليس صحيح، بل يجوز أن تسأل الله عز وجل رد القضاء. والدليل على ذلك هذا الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. والحديث الآخر علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين دعاء يقولانه في القنوط: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. من قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كفيت ووقيت وهديت وتنحى الشيطان عنه. يا أخي الكريم، من تصبح أصبح الصبح وأكل سبع تمرات من عجوة المدينة أو مما بين لابتيها، وقال بعض علماؤنا من أكل سبع تمرات من أي تمر، تصبح يعني أصبح على الريك، كل سبع تمرات، فإنه لا يضره سحر ولا مس ذلك اليوم كله. يعني لا سم ولا سحر ولا مس يصيبك إذا تصبحت بسبع تمرات. والله خسران من ترك الصلاة، والله ضائع من ترك الصلاة، والله الذي لا إله غيره لا قيمة لمن ترك الصلاة. تارك الصلاة ملعون في الأرض، تارك الصلاة ملعون في السماء، تارك الصلاة تلعنه الحيتان في البحر، تارك الصلاة تلعنه الطيور في الجو، تارك الصلاة لا يؤكل ولا يشارب ولا يزار إلا من باب الدعوة والنصيحة، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يدخل مكة وحرمها لأنه نجس مشرك. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تارك الصلاة إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. بسم الله. من السنة إذا أويت إلى فراشك أن تنفض فراشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. النبي قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. تخيل يا مسلم أنك تعود إلى بيتك من سفر فتجد بأن الزوجة ميتة والأولاد أموات والبيت محترق، ما
حجم هذه المصيبة على قلبك؟ ما حجم هذه المصيبة على قلبك؟ حجمها عظيم. تعود إلى بيتك والزوجة ميتة والأولاد أموات والبيت محترق، حجمها عظيم. صلاة العصر إذا فاتتك هي وقعها في قلب المؤمن أشد من هذه المصيبة. فمن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك بارك الله فيكم، يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يأمر من ولاه الله تعالى عليه من النساء والذرية في الأمر بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة. فمروا أهليكم بالصلاة ومروا أبناءكم بالصلاة، واستعينوا بالله عز وجل، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا تيأس، ترى الفرجات هي الأيام والغير، وأمر الله ينتظر. أتيأس أن ترى فرجا؟ فأين الله والقدر؟ إنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى. دع المقادير تجري في عنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. العظيم الواحد هو الله، المالك هو الله، الصمد هو الله، القهار القدير الغني الله وحده. لا ينفذ أمر في الدنيا إلا نفذ في السماء. يقول واحد شعبي شاعر: لا تشتكي يا واحد بات مهموم، ترى الفرج عندك تراب الحزام، اشتداد الحزام. وإن كان عينك خالفت لذة النوم، أنت تنام وخالقك ما ينامي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، واسمعوا: أربع ركعات قبل الظهر تعدل مثلهن في السحر. يعني إذا صليت أربع قبل صلاة الظهر كأنك صليت أربعا قبل أذان الفجر. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم جلده على النار. طيب السؤال ليش؟ عائشة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال، قالت: يا رسول الله، إني ما أراك تهتم بنفل قط مثل أربع ركعات قبل الظهر، طيل قيامها وركوعها وسجودها، فلما يا رسول الله؟ قال: ذلك وقت، انتبهوا يا أخوان، ذلك وقت تفتح فيه أبواب السماء، وأريد أن أصلي وأبواب السماء. أنبهك على شيء يحبه الله: كلما جئت إلى فراشك وكان قد أصابك من العناء والتعب ما أصابك، بصرف النظر عن سبب ذلكم العناء والتعب، إذا جئت تنام قبل أن تضع جنبك على فراشك، صلي لله ولو ركعتين. قدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك، واجعل هذا بينك وبين ربك، واحتسب أن يزيدك الله به أجرا، ويرفعك الله به ذكرا، وأن يجعله الله نورا لك يوم تلقاه.